هموا رجالي. كيد أبوك عارف يخلف فيك صح. يا ولدي انا راجل كبير مش حمد بادلة. سلام عليكم. ابوك قال لك بالراحة وقال لك تسمع كلامي صح؟ صح يا ولد ابوي. حصليني عشان وحشاني. حاضر. لو كان هيجي البنت الصغيره فلوس وديله تكوى بسرعه يا ابن الذهب. ولا يا مهران تعال ابو ستك. تعال يا فرح. مناع استناني تحت وشوف الولد فين. حاضر يا عم الحاج. تقوى فين؟ تقوى هي عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الله دي كبرت. دي لتقوى. ودي ليك. ايه دي؟ ليا انا؟ اعذريني ما فهمش قوي في هدايا الحريم اللي لقيته جبته. بس ليه ده كتير وعشان ايه؟ شيليها بسرعه قبل العقارب اللي تحت ما يشوفوها. مش هقدر اخدها. واخدها ليه وعشان ايه يا بنتي؟ دي مش فلوس ولا حاجه. انا عطيها لك عشان حاجه تانية. دي هديه مني ليك عشان انت اللي بشرتيني وربنا استجاب لبشرتك. ايوه بس يا عم الحاج مش ما فيش حاجه اسمها مش. في جبنه قديمه، في رايب، في سلسوم. مش هقدر. خلاص ما تاخدهاش. بس ما تتكلميش معايا خالص بعد كده. وتبقي كسفتيني كسفه ما حدش كسفهاني ابدا. انت عمرك طلبت مني حاجه؟ لا. خلاص يبقي تاخديها ولا تردي لي الكسفه. مش قادر اخدها ولا قادر اكسفك. يلا قبل اللي تحت ما يقولوا طولت ليه. نسيت تقوى. ورحتوا فين في مصر يا مهران؟ رحناش. وجاب لك ايه جدك من مصر يا مهران؟ ما جابش. وقال لك ايه في الطريق وانتوا رايحين وانتوا جايين؟ مقام. طب يا مكفي طالع لئيم زي جدك. طب وصف لنا شقة مصر. مش فاكر. طب جدك راح لمين في مصر؟ ما خليش معاه. مش هتاخدي منه عقد نافع. مكر وخلاص نوى العوج. طب يا مكفي ما فيش عجمية. أحسن ما تعملي عفشة. فرحة بلدتها هعملها لك. الله يقطع فرحة. ويوم ما شفنا فرحة كان يوم أسود. يوم ما شفنا وشها الفجري. تقوى هي مرت عم. وريني جدة قدها ايه. ماشي يا وش الفرح. السلام انت. وانا بقول ايه البوليس ده كله اللي كان سادي في الطريق؟ ليه كده يا ولدي؟ اللي اعمله في 100 سنة تهده في دقيقة؟ عجبتني فكرة ابو زكري. ليه تخلي ابو زكري يلعب بيك؟ من ميتة بيجي خير من وراه. عمرك ما هتبقى كبير. وانت طبعا شرابة خرش. قلت له لا ما اسمعش الكلام. والعمال بتوعنا في المركز كلهم مستنيين يعرفوا مين ضرب نار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أسافر أخلص الموضوع، أنتوا تنيلوه. فين مناع؟ أدينا أهو يا عم الحاج. شوف يا ولدي، هتشيلها أنت المرة دي، لأني ما خلفتش. هتقول إن أنت اللي ضربت النار، افتكرتهم حرامية، والعمال بتوعنا طالعين الجبل يقبضوا فلوسهم، مش عشان شغل ولا حاجة. هيحطوك في الحج يومين ثلاثة، أنا هطلعك، ماشي؟ حاضر يا عم الحاج، بس أنا ما روحتش البيت لسه. خلاص، روح وتعشى عشوة كويسة، وسلم على مرتك سلام زين، وبعدين سلم نفسك في المركز. حاضر يا عم الحاج. وانت يا خيري بيه، لما اقول لك اقعد مطرحي، يا تتصرف زي ما انا بتصرف بالظبط، يا تقعد زيك زي الكنبه اللي انت قاعد عليها. تضحك على ايه؟ تضحك عليها مشله يا حيلة ام غور، تضحك على اخوك. وانت لسه جيت يا مناع عشان تمشي تاني؟ المصالح كثيره والحاج عاودني. هتسافروا مصر تاني؟ لا، حبايت في حته كام يوم. فين يا مناع؟ عارفك عقلك صغير، ولو قلت لك هتخرب الدنيا. لا ولا هفتح عنك، بس اعرف. طب احلف. وحياتك انت والولد، ما هعمل حاجه، بس قول. الحاج عايزني اروح المركز اسلم نفسي مكان خير ولده كام يوم، والحاج هيطلعني. تحتي او هتفضح الدنيا. لا انا حلفت. يا غرتي يا لهوي يا مصيبتي يا مصيبتي يا لهوي يا لهوي يا غرتي يا مصيبتي يا مصيبتي. خبر ايه؟ ما في ايه؟ فضحت الدنيا. الحقوني يا خلق، الحقوني يا ناس، الحقوني يا هو، الحقوني يا خلق، الحقوني يا ناس. جوزي هيحبس نفسه بالكيل. الحقوني. انت تاني خير؟ لا، الدور ده انا جاي في خير كبير يا بدرة. خير من وراك انت وكمان قعدت؟ والقعدة حطول. خلص يا ابو ذكري، عاوز احنا قاعدين وحدينا. ومش حتقعدوا وحديكوا تاني. وضح كلامك، انا راسي فيها اللي مكفيها. انا طالب ايد زهر. جوز. قدمت وكبرت ومسخت وعكح. والحنان حيروح فين؟ ده انا لسه بصحتي. هتشاور ونرد عليك. هتشاوروا مين؟ ابوها وغايب. عمها قاعد. عمها عيكراكم وما يحبنيش. ولو برضو يتشاور، ولو كان اكبر عدو ده عمها، والاصول ما تزعلش. براحتك يا حماتي. تلم، انا لسه ما قلتش ولا لا. عموما انا في انتظار الرد. سلام عليكم. شفت الرجل الشايب؟ شايب شاي ليه؟ بعيله ولا مطلقه؟ لا بس رجعت اطول اتجوي يمه.